الاول انه يعني مين فينا ما ركبش عربيات شركه النصر وتتصلح بسهوله واسعارها. لكن مع تطور العصر يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لحد من ولادي تعالى اجيب لك 128 مش هيرضى، هيقول لي لا ايه اللي انت هتجيبيه ده، يعني عربيه 128 او عايز بقى التكنولوجيا الجديده. هل احنا عندنا الارض الخصبه اللي هي ادخل بيها الصناعات بالتكنولوجيا الجديده؟ بس انا بتكلم على السيارات طبعا. تمام. هو بوجه عام طبعا الدوله فعلا بتحاول تعمل البيئه الخصبه اللي حضرتك بتتكلمي عليها لدعم صناعه السيارات. الدوله بتشرع القوانين اللي هي اللازمه، القوانين الدوله اساسا بتشجع صناعه السيارات ان هي بتخلي الجمارك على مكونات السيارات اقل من الجمارك على استيراد السيارات الكامله. الدوله بتشجع الصناعه ان عملت قانون استثمار فيه حوافز كتير للي عايز يصنع. حاجه مهمه جدا ان السيد الرئيس بنفسه بيرأس المجلس الاعلى للاستثمار، وفي كان اجتماع من فتره اصدر قرارات تحولت اغلبها الى قوانين بتسهيل الاستثمارات وفتح رخصه المصانع لخمس سنوات ومعافاه الصادرات من الضرائب ومستلزمات الانتاج. دي حوافز الاستثمار بقى. حوافز الاستثمار، ما هو حوافز الاستثمار هي حوافز الصناعه. لان دي بتبقى حوافز استثمار بتبقى او قانون الاستثمار او القرارات دي موجهه مش بس للمستثمرين الاجانب، موجهه للمستثمرين المصريين. طب يا فندم زي ما قالت رشا وبتتكلم على البيئه الخصبه، يعني يمكن انا اعرف عن السيارات الكهربائيه ما ركبتهاش، ولكن اللي بسمعه فكره عيوبها هنا في مصر مفيش وحدات الشحن مش متوفره بشكل كبير. ممكن يكون في مشاكل في سيارات الكهرباء تحديدا هي في العربيه نفسها، ان هي ما بتمشيش مسافات كتير، ما اقدرش اسافر مسافات كتير، كلام كتير جدا على سيارات الكهرباء. فهل العالم كمان يا دياب مش عارفه الباشمهندس حسين يقول لي، يعني انا عايزه اقول لحضرتك انه في امريكا مثلا في مشاكل في عربيات الكهرباء، وحتى شركه تسلا نزلت مبيعاتها واسهمها بشكل كبير. دي معلومات فعلا جديده وصح. النهارده عشان اقول ان انا انشر سيارات الكهرباء في مصر بيلزم حاجات بسيطه كده. اول حاجه البنيه التحتيه، البنيه التحتيه دي معناها نشر محطات الشحن على الطرق السريعه وداخل المدن. نمره 2 ايجاد ونشر مراكز الخدمه اللي هي الصيانه بعد البيع. نمره 3 ان تتبنى توكيلات احضار سيارات كهربائيه وتقديمها للجمهور. في نفس الوقت لازم في حاجه مهمه جدا، نشر ثقافه السيارات الكهربائيه. حضرتك رايح تشتري عربيه كهربائيه بسعر غالي، طب ليه هي غاليه؟ عشان بتوفر لي في مصاريف التشغيل. مصاريف التشغيل يعني 50% من ثمن الوقود لنفس المسافه مقارنه بالوقود البترولي، زائد صيانه يعني ضعيفه جدا، يعني ما فيش بقى تغيير زيوت وسيور وشكمان والكلام ده كله، بوجيهات وبتاع في الصيانه. الصيانه قليله جدا التكلفه، برضو الوقود بيوفر حوالي 50%. طب هل الدوله النهارده عندنا في مصر بتدعم السيارات الكهربائيه؟ يعني حتى هي قالت السيارات اللي بتيجي معافاة تماما صفرية الجمرك للسيارات الكهربائية. نمرة 2 لغت ضريبة، عملت معافاة من ضريبة الترخيص السيارات الكهربائية في المرور. النهاردة ممكن تترخص سيارة كهربائية بتدفع 600-700 جنيه، غير لما ترخص سيارة وقود بترولي عدة آلاف. هنيجي النهاردة بقى نقول عالميا زي ما رشا ما قالت ان